السيد حسن نصر الله اعتبر في يوم الشهيد أن بعض قوى 14 أذار تمنت أن تضرب إسرائيل لبنان بعدما أرسل الحزب طائر أيوب. لبعض هؤلاء اللي بيحطوا شوط لا يجوا على طاولة الحوار، من كرم أخلاقنا أنه نحن قبلانين نقعد معكم على طاولة الحوار، بس تحبوا ترجعوا على طاولة الحوار يا هلا، بس ما بدكم ترجعوا الله معاكم. مثل ما الآخرين بحق لهم يحطوا شروط ليرجعوا على طاولة الحوار، ليش نحن ما بحق لنا نحط شروط؟ لا شك أن جريمة التفجير في الأشرفية التي أدت إلى استشهاد اللواء وسام الحسن أدخلت لبنان إلى مشهد جديد. مطلوب من كل القيادات السياسية لأنه يتصرفوا بمسؤولية وطنية، لأنه أي تصرف خاطئ ممكن يفجر البلد. رجعوا تفلتوا صاروا له حزب الله حزب الله حزب الله حزب الله. يعني رجعنا لنفس حكاية، لأنه هون بدي أرجع لموضوع الشيعة السني، أنه أكبر ضابط أمني في الدولة اللبنانية سني، على أني بيعتبروا هيك مع الاحترام المدير العام لقوى الأمن الداخلي، بس هن وصفوا الأمور هيك، قتل وقاتله شيعي بفريق 14 أذار. في ناس كانوا قاعدين ناطرين كيف تولع، كيف تولع بكل طرابلس، وكيف تولع ببيروت، وكيف تولع بصيدا، وكيف تولع على طريق الجنوب، وعم يعملوا حساباتهم. طيب، تم تفويت هذه الفرصة بالوعي. اليوم كل الوقائع والمعطيات السياسية والأمنية والميدانية تؤكد أنه هناك جهات سياسية في لبنان متواطئة مع جهات خارجية تريد دفع البلد إلى الانفجار. في ناس بدهم يأخذوا على انفجار شيعي سني، وبالتحديد بعض مسيحية 14 آذار. بدكم وضوح أكثر من هيك؟ طبعا بعض الناس في داخل تيار المستقبل اللي عم يقروا بالسياسي.